حققت العديد من المنتخبات الكبرى أغلب إنجازاتها عبر نجوم وأساطير من أصحاب الجنسيات المزدوجة من المهاجرين، إذ يكون المنتخب الأوروبي هو الخيار الأول لمزدوج الجنسية. لكن في بعض الحالات القليلة شاهدنا عدداً من الأساطير والنجوم الكبار يلعبون لمنتخبات بلادهم الأم. لهذا بدأ وليد الرجراجي المدير الفني للمنتخب المغربي رحلة جديدة لمحاولة إقناع نجم منتخب إسبانيا بالانضمام لأسود الأطلسي. على مدار التاريخ سنجد العديد من النجوم مزدوج الجنسية اختاروا اللعب بألوان منتخبات أوروبية كبيرة أملاً في تحقيق الإنجاز الأكبر والفوز بكأس العالم. وربما يكون النجم الجزائري زين الدين زيدان أحد أبرز الأسماء في قائمة مزدوجي الجنسية، إذ فضل تمثيل المنتخب الفرنسي بدلاً من الجزائري. ويعتبر ملف مزدوجي الجنسية في الوقت الحالي هو الأهم على الساحة، خاصة بالنسبة لمنتخبات شمال إفريقيا، خصوصاً المنتخب المغربي الذي يبحث في الوقت الحالي عن ضم أسماء جديدة لتدعيم صفوفه. هرب العديد من مزدوجي الجنسية من تمثيل بلادهم الأم في ظل الظروف الصعبة والمستويات الضعيفة للمنتخبات الإفريقية خلال الاستحقاقات العالمية، لكن ما حققه المنتخب المغربي خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2022 باحتلال المركز الرابع في المونديال كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز إلى جانب الأداء الرائع أمام كبار العالم وأوروبا، جعل وليد الرجراجي يتشجع في مسألة مزدوجي الجنسية. وبدأ الرجراجي رحلة جديدة لإقناع واحد من أبرز النجوم في الكرة الأوروبية للانضمام إلى صفوف منتخب أسود الأطلسي، وهو الإسباني المغربي إبراهيم دياز مهاجم ميلان الإيطالي. وجود عدد كبير من نجوم العالم الأبرز في صفوف المنتخب المغربي مثل حكيم زياش وأشرف حكيمي ويوسف النصيري وياسين بونو إلى جانب إنجاز المغرب التاريخي سيدعم الرجراجي في اجتماعه مع دياز. وسيجتمع الرجراجي مع النجم الشاب دياز خلال الأيام المقبلة سعياً لإقناعه بالانضمام إلى أسود الأطلسي والتخلي عن أمل الانضمام للمنتخب الإسباني. ولعب دياز في صفوف المنتخب الإسباني بمختلف المراحل العمرية 36 مباراة، منها واحدة فقط مع المنتخب الإسباني الأول، سجل خلالهم 6 أهداف. المباراة التي لعبها دياز مع المنتخب الإسباني كانت مباراة ودية أمام منتخب ليتوانيا، بينما تواجد على مقاعد البدلاء في مواجهتين أمام اليونان والسويد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قبل أن يخرج من حسابات الجهاز الفني للميتادور تماما. على الورق وطبقا لقواعد الفيفا لن يواجه وليد الرجراجي أو الاتحاد المغربي أي عقبات في ضم دياز إلى صفوف أسود الأطلسي، إلا أن العقبة الوحيدة ستكون هي دياز نفسه. النجم الشاب بدأ في صفوف ملقا الإسباني قبل أن ينضم إلى مانشستر سيتي ومنه إلى ريال مدريد ثم ميلان، أي أنه بدأ كبيرا منذ خطواته الأولى في ملاعب كرة القدم. لكن الرجراجي يخوض هذه المعركة متسلحا بقائمة من أكبر لاعبي العالم وإنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل ووعد بمكان في تشكيل أسود الأطلسي.